الشرطه الخاصه كيفاش الشرطه الخاصه الشرطه الخاصه كتخول له يفيرباليزي المسائل الجبائيه ديال الصيد ديال البيع والغابات ديال واحد مجموعه التخصصات يعني العمل ديالو ما كينحصرش يونيكمون في مديوره السير يعني راه في نفس لافاكسيون ديال ستاد السوايع كيدير مخالفه ديال السير وكيدير شرطه قضائيه يقدر يدير اون سيزي ويقدر يدير دونك هاد النقطه هادي كتندرج في هاد مدونه التحصيل الدول العامه يعني كتندرج كيما شاروا ليها رؤساء المراكز اللي كيديروا المحضر ديالو راه كيسيفطوا يمكن ماشي كاع رؤساء المراكز كيما قال السي اسدو كيسيفطوا ماشي كلهم كيسيفطوا لهذا كيجيبوا يمكن غير خطا ولا سهو ولكن اللي خصو يكون هو هاد المخالفه المتعلقه بالافيات خصهم يمشيو نورمالمون للدرجه مثلا مساله الحجز لو تكست 284 ديال السياسه دو فال واحد 284 لو تكست راه يمكن لا تورنور بالعربيه يمكن بغض النظر هذا ولكن حنا هاد لو تكست لا تي ريبري بار لي مونط حنا ديالنا انترني لي الداخلي وكيشرحوا لينا كيفاش نطبقوا هذا النص هذا الماده دونك ملي كنوضعوها في المحجز راه ما كندعوهاش في المحجز على اساس انها عقوبه جنائيه ولا على اساس انها تعليمات النيابه العامه كنوضعوها في المحجز من اجل التحصيل من نوع هاد المسطره ديال التحصيل ديال الدول العموميه كنظن حتى دو مانيير لوجيك الى جا الى 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 انطلقنا من هاد الملاحظه ديالكم راه حتى واحد ما غيبقى يخلص لابينيات كاع كلنا حتى ما غيبقى يخلص لابينيات علاش حيت الى ما خلصتهاش راه ما غاديش ندور نضعف في المحجز وراه غادي تبقى لا بروسيدور كي باتريني دو لي تريبينو بوندون لون دو دونك هذا غير كيتفاعلوا معنا الوغ بالنسبه للمقتصين وحدين اخرين تاروا مسي اجدوفا غنحاول نكون جد مقتصر الوغ كاين بعض النصوص التشريعيه اللي دارت ودات بعض المقتضيات اللي في لا براتيك غير ممكن انا نطبقوهم مثلا ملي كنهضروا على وسائل الاثبات في الرادارات سي اجدوفا راه وسائل الاثبات كما قلتوا ماشي كاع الرادارات ديال جينيراسيون دابا وصلنا باقي لا كاتريم جينيراسيون الو هاد الجينيراسيون ما عندهمش لي ميم بروبريتي لي ميم كاركتيرستيك كاين الرادارات اللي كتخول اللي عنده ليكرون كاين اللي ما عندوش ليكرون كاين اللي كيخول لينا نخرجوا داك الصور كاين اللي ما كيخول ليناش نخرجوا الصور هذا كنظن انا مستدعي على مومون ديال ديلابوراسيون دي تكست دو لوا خصو يتخاد اون كونسيدراسيون شكون هما لي مويان لي ديسبول ملاحظة أخرى مثلا كاين نص قانوني كيهضر على وسائل الأداء مثلا كيقول لك وسائل الأداء شيكا أو نقدا أو بأية وسيلة أداء أخرى ويجي سيدي السيد ويجيب لنا الدي بي أو يقول لنا بغيت نخلص الدي بي أو واش حنا لي زاجون هو راه عنده الحق لأنه هو دو بار لو تاكس دو لوا خاصو يخلص إلا لا بوسيبيليتي دو بيي بار كارت دو كريدي الى ما وحنا ما عندناش يعني با ايكيبي دونك كاين هاد يعني في لابوراسيون دو تكست دو لو حنا لا اون اي سوفون كونسيرتي اون اي سوفون كونسولتي يعني كاين حتى حنا كيبعثوا لينا هاد اليوم بهذا ديالنا كانت اليوم بحال دغنيير مون طلبوا منا الراي ديالنا ودرنا بعض المقتضيات بلا المقتضيات في الواقع انا غير سي ديفيسيل دو لي ابليكي فوالا هادو هما جوج ملاحظات اللي عندي وشكرا سيدي شكرا السيده استضافتنا استضافتنا للحضور لهذا اليوم الدراسي القيم الذي كان لنا من ملامسة أهم الإشكالات المتعلقة بتفعيل أحكام مدونة السير التي تعترضنا بشكل يومي. كنتم منكم سيد الوكيل العام في الآخرين لكن ممكن إذا كنتم تزودون بعد المداخلات القيمة للأساتذة إلى قدرنا نقوم باش نحاول ندرسوا حنا في لي سيونس دانستروكسيون ديالنا إذا كان ممكن.